السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ أتمنى أن تكونوا في أتم العافية والصحة. في الوحدة الثامنة سوف نتحدث عن الدرس الأول وهو القوة. ما هي القوة؟ نحن نستخدمها كثيرا في حياتنا يا رابع. سوف تتساءل الآن كيف أنت تستخدم هذه القوة؟ مثلا عندما تلعب كرة القدم وتقوم بتحريك الكرة، أنت هنا أثرت عليها بقوة حتى تتحرك. مثلا ركبت في السيارة فقام السائق بالتأثير بقوة على السيارة فزادت سرعتها أو غير اتجاهها، إذا هنا أثر عليها بقوة. إذا ما هو معنى القوة؟ القوة مؤثر يؤثر في الأجسام فيسبب تغيرا في حالة الجسم في اتجاهه أو موضعه أو حركته، هذا هو معنى القوة. إذا هناك نوعان من الأجسام التي تؤثر عليها القوة، الجسم المتحرك والجسم الساكن. الجسم الساكن إذا أثرنا عليه بقوة فإنها تحركه، مثلا عندما يكون هناك كرسي ساكن وأنت تؤثر عليه بقوة فإنه يتحرك. أما الجسم المتحرك فإن القوة تغير من سرعته أو اتجاهه أو سرعته واتجاهه معا. كمثال مثلا عندما تكون تلعب الكرة والكرة تتحرك في الملعب وأنت أثرت عليها بقوة أخرى فإنها سوف تزداد سرعتها أو تغير من اتجاهها. إذن هناك نوعان من القوة. إذن عندما تحدثنا عن تعريف القوة تحدثنا أنها تؤثر على نوعان من الأجسام الساكنة والمتحركة، وأمامك هنا الكتاب جسم ساكن. سوف نؤثر عليه نوعان من القوة، قوة الدفع وقوة السحب. وقوة الدفع هي إبعاد الجسم عنك، أما قوة السحب فهي تقريب الجسم منك. سنشاهد الآن مثالا بسيطا على ذلك باستخدام كتابك العلوم. انظر معي، الآن أنا أؤثر على الجسم الساكن بقوة وهي قوة دفع، أقوم بدفع الكتاب وإبعاده عني، إذن أثرنا عليه بقوة دفع. وهنا سوف أؤثر عليه بقوة سحب، هي عندما قمت بتقريب الكتاب مني، هذه نسميها قوة السحب. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم من هذا المثال الصغير. الآن أعزائي الطلبة انظر أمامك إلى صفحة الكتاب 42. القوة، الأجسام حولنا إما متحركة وإما ساكنة. إذن هنا يحدد لنا أنواع الأجسام، إذن إما ساكنة وإما متحركة. إذن عزيزي الطالب سوف نبدأ الآن بتعريف القوة، فعل نؤثر به على جسم ما ويؤدي إلى تغير في حالة الجسم أو اتجاهه أو موضعه أو حركته، إذن هذا هو تعريف القوة. اكتب على كتابك. الآن الأجسام نوعان، جسم متحرك وجسم ساكن. إذن الأجسام نوعان، جسم متحرك وإما أجسام ساكنة. هنا تعريف الجسم الساكن أنه الجسم الذي لا يتحرك، هو الجسم الذي لا يتحرك، إذن هذا تعريف الجسم الساكن. هل ترى أجساما متحركة في من حولك؟ نعم. كيف، هنا سؤال، كيف تؤثر القوة في حركة الأجسام؟ الإجابة، إذا كان الجسم الساكن فإن القوة تحركه،
أما إذا كان الجسم متحرك فإن القوة تغير من سرعته، اتجاهه، سرعته واتجاهه معا. هذه إجابة السؤال. الآن ننتقل، ادرس الأشكال الآتية وأفكر في نوع القوة التي تؤثر بها الفتيات في الأشياء لتحريكها. في الصورة الأولى، فتاة تقوم بالكتابة على الورقة. برأيك ما نوع القوة التي تؤثر بها على الورقة أو على القلم؟ تؤثر الفتاة بقوة دفع. إذن الصورة الأولى هي الإجابة قوة الدفع. قوة الدفع تقوم بدفع القلم للكتابة على الورقة. في الصورة الثانية، تقوم الفتاة بأخذ الكتاب من المكتبة. ما تأثير هذه القوة؟ ما هي القوة المؤثرة هنا؟ القوة المؤثرة هنا هي قوة سحب. هي قوة سحب، تقوم بسحب الكتاب من المكتبة. إذن قوة سحب. في الصورة الثالثة، تقوم الفتاة باللعب بالكرة. ما القوة المؤثرة هنا؟ القوة المؤثرة هنا هي بالصورة الثالثة قوة دفع. قوة دفع. لعلك لاحظت أنه تلزمك قوة لتغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة. لكن ماذا لو أثرت بقوة في جسم متحرك؟ إذا أثرنا بقوة في جسم متحرك فإنه تتغير اتجاهه وسرعته، أو اتجاهه وسرعته معا. هذه إجابة السؤال هنا. يبين الشكل الواحد ملعب كرة قدم يتبادل فيه اللاعبون الكرة. ما نوع القوة التي يحرك بها اللاعبون الكرة في الشكل؟ انظر هنا إلى الصورة. إذن القوة هي قوة دفع. إذن القوة التي يحرك بها اللاعبون الكرة هي قوة دفع، لأنهم يقوموا بدفع الكرة أمامهم. أتحافظ الكرة على اتجاهها أم تغيره؟ ما رأيك؟ طبعا سوف تتغير اتجاه الكرة لأنه أثر عليها بقوة، لن يبقى اتجاه الكرة كما هو. إذا يؤثر اللاعبون في الكرة المتحركة بقوة دفع. هنا إذا يؤثرون بقوة دفع. قد تغير من اتجاه الكرة أو سرعتها أو الاثنين معا. السؤال الرابع، ماذا يفعل حارس المرمى في الشكل 2؟ يمسك بالكرة. جواب السؤال الرابع، يمسك بالكرة. السؤال الخامس، في أي حالة يجد حارس المرمى صعوبة في التقاط الكرة؟ برأيك في ألف وأم ب يجد صعوبة في التقاط الكرة؟ إذا في الصورة ب. في الصورة ب. لماذا تكون الكرة المتحركة بسرعة كبيرة خطيرة كما في الصورة ب؟ لماذا؟ لأن سرعتها عالية وتحتاج إلى قوة أكبر لإيقافها. هذا هو إجابة السؤال. إذا احتاج حارس المرمى إلى القوة لإيقاف الكرة المتحركة، وكلما كانت الكرة أسرع احتاج إلى قوة أكبر لإيقافها. هنا ينبغي الانتباه إلى خطر قطع الشارع، إذ يصعب على السيارات المتحركة التوقف توقفا مفاجئا. فسر ذلك، لماذا؟ علل. الجواب هو لأن سرعة السيارة عالية وتحتاج إلى قوة كبيرة حتى تتوقف. ماذا تعلمت؟ تعلمت أن هناك أنواعا للقوة، السحب والدفع. وهنا سوف يكون لديك واجب بيتي
عدد من حياتنا اليومية أجساما ساكنة وأجساما متحركة. أيضا تعلمنا أن القوة تحرك الأجسام الساكنة وتوقف الأجسام المتحركة، وتعلمنا أيضا أن القوة تغير اتجاه الأجسام المتحركة. واجب آخر، اذكر مثالا على قوى الدفع والسحب في حياتنا. إن شاء الله أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درس القوة. بإذن الله تعالى في الدرس القادم سوف نتحدث عن قوة الاحتكاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.